السنه اللي فاتت في نفس المكان ونفس الميعاد ده كنت بتكلم حوالين ان اسوء حاجه حصلت لريال مدريد انه خد الدوري. اه والله كنت بقول كده، كنت بقول ان مشكله ريال مدريد لما خد الدوري ان الجمهور هينسى ورئيس النادي هينسى وزيدان نفسه هينسى ان الفريق ده محتاج تدعيمات كتير وان الفريق ده محتاج اجنحه زي خلق الله. فكره ان انت تتكلم عن المستقبل ورهان على المستقبل مع فينيسيوس ورهان على المستقبل مع رودريجو كانت حاجه صعبه، بس زيدان قرر ان هو هيراهن عليها. بعد كده فكره ان انت هازارد وهتحاول انت ترجع هازارد من المستوى اللي هو وصل له بعد الاصابات كتير اللي عماله تحصل له، والراجل ما بياخدش وقت ما بياخدش دقيقه من كتر الاصابات، ومحاوله ان انت ترجع اسكو بعد ما انهار تماما بعد تجربه لوبتيجي وتجربه سولاري، ومحاوله انك تخلي ماركو اسانسيو يبقى لعيب ذو شخصيه قياديه بيقود ريال مدريد، كلها محاولات زين الدين زيدان فشل فيها عن جداره في استحقاق. فانا لما اتكلم على ان زين الدين زيدان فشل بره الملعب اطلاقا ما بجيش اتكلم عليه ان هو فشل جوه الملعب السنه دي، لان زيدان السنه دي بيحاول على قد ما يقدر بالعناصر المتاحه ليه بالسكواد اللي موجود في ريال مدريد ان هو يوصل لاخر حاجه ممكن اللعيبه دي تقدمها، واخر حاجه اللعيبه دي ممكن تقدمها حاليا ان هي توصل دور اربعه في دوري ابطال اوروبا، وده انجاز كبير جدا بالنسبه لريال مدريد السنه دي بالسكواد الحالي، وانك توصل لاخر ثلاث ماتشات في الليجا تكون منافس قوي على الليجا ويكون ما بينك وبين الليجا شويه ثواني وشويه الحالات التحكيميه اثرت الجدل. يعني مثلا لحظه اللي ميليتاو اتحسب عليه ضربه جزاء فيها، لو ما اتحسبتش ضربه الجزاء مش كان كريم بنزيما قادر ان هو ياخد ضربه جزاء وريال مدريد يجيب الهدف الثاني والمباراه تخلص اكليريكال ريال مدريد؟ هتقول لي لا تشيبيليه كان ممكن يرجع، لا تشيبيليه ما كانش ممكن يرجع، لان تشيبيليه بعد 2-1 خلاص الموضوع بالنسبه له كان هيبقى صعب جدا، لان تشيبيليه حرفيا الشوط الثاني ما وصلش لنص ملعب ريال مدريد. ففكره انك تتكلم على ان تشيبيليه لو تم احراز في الهدف الثاني كان رجع في الجيم الموضوع كان صعب، لانه لو بتيجي بيلعب شوط اول بيقدر يسيطر بيقدر يسجل بيرجع تاني يستقبل لعب، ولو بيقدر بيرجع يستقبل لعب عنده مشكله ان فرقته من غير كره بقى ما بتعرفش تدافع. فلما انت لما انت بتسيب الكوره لريال مدريد ده معناه ان انت يكون عندك مشكله. قفلت الملعب بالطول بالعرض تمام، محترم جدا الافكار اللي انت بتعملها فنيا جوه الملعب، عندك لعيبه كويسه زي سوسو وخصوص نافاس، عندك حارس جيد زي ياسين بونو، عندك مساك ولا اروع زي جون كوندي اللي هيكون عليه كلام كتير قوي الميركاتو، عندك لعيبه محترمه جدا في نص الملعب زي ايفان راكيتيتش وجوردن كويس جدا، فريق جيد وهو معاه الكوره بس فريق عنده مشاكل كتير قوي وهو بيدافع. فعلشان كده شفنا ريال مدريد وهو معاه الكوره كان قادر ان هو يسجل في لعيبه تشيبيليه، مباراه كان ريال مدريد ممكن يخلصها عادي جدا برغم سوء التخطيط للموسم وبرغم ان زيدان عنده رهانات كتيره فشل فيها وبرغم كل المشاكل اللي ريال مدريد فيها، بس ريال مدريد كان يقدر ان هو يعدي مباراه تشيبيليه النهارده على خير. بس كل اللي بيحصل دلوقتي يمكن يكون في صالح ريال مدريد لان الفرقه دي محتاجه تغييرات كتير، لان احنا متفقين ان ريال مدريد العنصر الاقوى عنده هو نص الملعب كازيميرو لوكا توني كروز، ولوكا وتوني كروز محتاجين دلوقتي ان حوالينا ان احنا نختار واحد فيهم بس يكمل في الملعب، واحد تاني يكون بره او واحد تاني يكون بره ريال مدريد اساسا، لانك لما شفت ان فالفيردي بقى مكان لوكا مودريتش في نص الملعب وسيبنا اريحيه لتوني كروز حوالين ان هو يكون لعيب ريجيستا ولعيب صنع العاب متاخر، توني كروز فعلا قدر ان هو يعمل واحده لاسانزيو يسجل بيها، وقدر كمان ان هو يصوب تصويبه ولا اجمل في نهايه المباراه علشان خاطر تخبط في المساك ديجو كارلوس علشان الكره تتحول للهدف الثاني. فانت لما اعطيت اريحيه لتوني كروز ان هو يعمل وجبات هجوميه فقط وما يستناش ان هو يعمل وجبات دفاعيه مع كازيميرو وطلعت لوكا وحطيت مكانه في الفيردي كانت فكره كويسه. هازارد مكان فينيسيوس قتلت الملعب اكتر، لان برغم ان فينيسيوس سيء فهو محطه كبيره جدا بالنسبه لريال مدريد، محطه عندها مشاكل كتير ان هو وهو معاه الكوره بيكون خطير جدا وهو بيتحرك بيكون خطير وهو بيعمل فينتات خطير، بس لما الكوره بتطلع من رجليه كفينش الموضوع بيكون صعب جدا، لعيب ما بيعرفش يشوط، لعيب ما بيعرفش يسجل، لعيب قراراته كلها الاخيره بيكون عندها مشاكل كتير، هو تقريبا الوحيد اللي اشتغل فيه كان ماتش. فانك تيجي تتكلم حوالين زين الدين زيدان هو اللي عنده مشكله تكتيكيه وقناعات وافكار، لا هي المشكله كلها عند فالنتينو بيريز وعند زيدان برضو في بدايه الموسم ان هو قرر يعتمد على قرارات نوعا ما كان فيها عاطفه اكتر بكتير جدا ما كان فيها تفكير منطقي وتفكير علمي، لان ريال مدريد حاليا خلاص الفريق واضح ان هو محتاج مرحله جديده مرحله بناء، لو اتاخروا زياده عن كده الوضع هيبقى صعب جدا انك ترجع ريال مدريد فريق من صفوة اوروبا تاني. فاللي بيحصل السنه دي ريال مدريد هو حاجه ايجابيه انك تقف على السلبيات والمشاكل الكتيره اللي عندك السنه دي، دي حاجه كويسه انك محتاج السنه الجايه تجيب اطراف زي خلق الله واطراف محترمه جدا تقدر ان هي تكون على قدر طموحات جمهور ريال مدريد بالمنافسه على كل البطولات، دي حاجه كويسه. استمرار كريم بنزيما من عدمه او انك تروح تجيب فيلود محترم في الملكاته كل دي حاجات هتكون على اداره ريال مدريد التعامل معاها، اما لو ريال خد الدوري السنه دي فهيصدقوا الكذبه والوهم حوالين ريال مدريد فريق مش محتاج اضافات ومش محتاج اي حاجه زي كذبه السنه اللي فاتت بالظبط. فانت عزيزي مشجع ريال مدريد كده كده في كل الحالات
طلع منتصر. خدت الليجا حاجه كويسه، ما خدتش الليجا هتفكر انت تعمل فريق جالاكتوس من اول وجديد. فالله يبارك لك يا صديقي، كل حاجه بالنسبه لك جيده، كسبت خسرت الموضوع بالنسبه لك مستفيد. فبالمناسبه يعني مش تخسر حاجه لو اخوك قدامك ده استفاد منك بلايك او سبسكرايب، او كمان تقدر تعمل كومنت ايجابي او تقدر تعمل كومنت سلبي وتعمل ديسلايك وتشتم في الكومنتات وتقول اللي انت عايزه.